سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث عبر الشرقية نوز، وحيكم أحلى تحية ونتواصل معكم في تقديم حلقة جديدة. كالمعتاد نأخذكم للتعرف على آخر المستجدات والأحداث الرياضية. نبدأ جولة هذا اليوم من أهم العناوين. اتحاد الكرة العراقي يواصل استغرابه للأصوات المطالبة بإقالة راضي شنيشل من مهمته بعد فشله مع المنتخب في مباراة التصفيات على الرغم من إصرارها على التعاقد معه بداية المشوار. الخبير القانوني صالح المالكي يحذر اتحاد الكرة العراقي من الوقوع تحت المساءلة القانونية، وذلك لمخالفته العمل بالنظام الداخلي للهيئة العامة طيلة الفترة الماضية لعمل الاتحاد. والشوط الثالث يواصل متابعته لرموز الرياضة العراقية والإهمال المتعمد الذي يطالهم. اليوم الحارس الدولي السابق لطيف شندل يفتح قلبه ويشكو حاله لجمهور الشوط الثالث. إذن من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم سادتي المشاهدين. مع استمرار المطالبة الجماهيرية بإقالة راضي شنيشل من مهمته، يستغرب اتحاد الكرة العراقي بعض الأصوات الموجهة من قبل بعض الإعلاميين بضرورة إقالة راضي شنيشل في الوقت الذين كانوا هم من يطالبون بتسميته مدربا للمنتخب العراقي. إذ أكد اتحاد الكرة هذا اليوم في بيان على موقعه الرسمي إنه يستغرب الأصوات الإعلامية مدرب اتحاد الكرة. راح ارجع للخبر احكي واسولف لكم يا جماعة الخير مشاهدين الاحب. اتحاد الكرة يستغرب الاصوات القلة من بعض الاعلاميين او الاصوات اللي طالب باقالة راضي في الوقت اللي قبل فترة قليلة كانت تعود راضي رجل المرحلة، وكانت تطالب بان يتم التعاقد مع راضي وانه هو المدرب المنقذ. وبالتالي اتحاد الكرة وضح صورته و تحدث ربما رئيس اتحاد الكرة عبر الشوط الثالث في أول تصريح رسمي خلال اللقاء لإجراء الشوط الثالث، وقال بالحرف الواحد إحنا ما عندنا فلوس نمطي راضي شنيشل حتى نطلعه من مهمته. وبالتالي إحنا نرجع ونقول لبعض فرسان صحفي الفيسبوك يا جماعة إحنا ما عندنا مشكلة ويا راضي شنيشل، راضي شنيشل يصعد ينزل ابن العراق، راضي شنيشل رجل عراقي، لكن الرجل الآن على ضوء النتائج اللي شفناها مدى يلبي طموحات الجماهير العراقية، وبالتالي الآن الجمهور العراقي يطالب بإقالته لأن الرجل الآن أخفق في الحصول على نتيجة إيجابية تشفي غليل الجمهور العراقي المتعطش. وبالتالي الآن إذا كانت حجة الغرامات المالية التي يلوح بها راضي شنيشل فعليه راضي أن يتذكر جيدا أنه هو فيما مضى تنازل للأشقاء القطريين عن التزامات المادية عندما أهبط بفريق قطر نادي قطر إلى الدرجة الثانية إلا شوية، وبالتالي قال لهم لا يا إحنا أخوة وإحنا أهل وآني هاي الغرامات متنازل عنها. الآن قضية صارت قضية شعبية قضية عراقية، فإحنا نتمنى الاستقرار بصراحة، لكن خل أحكي لكم بالعامية مثل ما يقول التركيبة معقدة. الجمهور الآن غير راضي على راضي شنيشل، الإعلام غير راضي على راضي شنيشل، الرجل
يحتاج للمزيد من الخبرة. ترى هاي كأس عالم يا جماعة الخير، هاي مو سهلة، مو أي مدرب يجي يدرب منتخب في تصفيات كأس عالم. هو الآن الرجل موجود بقطر دا يشترك بدورة بروف، وبالتالي هذه القضية بصراحة يحتاج لها إلى تأني، يحتاج لها. إذا كنتم مصرين على إبقاء راضي مدرباً تنازلوا عن النتائج، خلص طموح التأهل إلى كأس العالم انتهى، وبالتالي عندنا كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، وعندنا 22 إذا الله انطانا وياكم العمر والصحة والسلامة. فهذه القضية اللي إحنا دنقول، فأرجوكم موضوع الألفاظ البعيدة كل البعد عن الخلق والروح الرياضية، وعبر صفحات الفيسبوك وناس تفلش ناس، وهاي اللغة الجديدة اللي دنا نستخدمها ونستعملها للأسف الشديد، أجندات وأصوات بعثية وما أدري شنو. يا جماعة لا تزايدون على العراقيين، الله يرضى عليكم، كنا عراقيين وكنا نحب العراق وكنا نبكي حبا بالعراق، فلحد يجي زايد ولحد يشهر هاي الشماعة البايخة الاسطوانة المشروخة، الأجندات خارجية وأصوات بعثية. يا جماعة البعث راح وانتهى، ايش بيكم؟ عوفوا هذا الموضوع، خلنا نبني البلد، خلنا نتكاتف، خلنا نتسامح، خلي يصير عندنا ثقافة الحوار، خلي يصير عندنا كلام أخذوا عطب الحكي. ما يصير اللي أنا يختلف ويا أتهمه بالأجندة الخارجية وبالبعثي ومسيس ويقبض فلوس. الموضوع ترى يعني ملينا من عنده، والله ملينا. يا جماعة احنا نريد الخير لبلدنا، والخير لبلدنا لازم يعني ذوي الـ 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 العلاقة، الناس المهنيين الأكاديميين نعطيهم دور يحجون يحللون. ما يصير كل واحد يحكي نضرب على حلقه، وكل واحد لازم احنا بكيفنا. هذا الفيسبوك الأكشر صار وبال على العراق، وبعدين الجمهور من حقه الجمهور يغضب، لأنه المتنفس الوحيد الآن للعراق في ظل الأجواء اللي نشوفها هي كرة القدم. وبالتالي هذا اللي أريد نقوله، نتمنى الخير والموفقية إن شاء الله. أكيد اتحاد الكرة عنده مؤتمر، وأكيد راضي شنيشل يمكن الرجل إحنا ما سمعنا وجهة نظره. الغريبة يا جماعة راضي لا حس ولا خبر من خسارتنا ويا الإمارات لليوم، لا صرح لا حكي لا تنفس لا قال اطلع احكي قول اعتذر من الجمهور. يا جماعة الخير اللي خسر ترى خسارة طبيعية، وكرة القدم يعني ما أعرف شنو الغرض من سكوتك. يعني اطلع احكي هدي الناس، انت تعرف العراقيين طيبين وتعرف العراقيين حنينين عندهم عصبية ولسان، لكن اطلع اعتذر منهم. ترى الاعتذار من شيء من الشجاعة والرجولة، قول يا ابا انا اتحمل مسؤولية وان شاء الله وهذا واقع الحال. اما انت تسكت وما تحكي، وهذا البرج العاجي وهاي النرجسية اللي انت عايش بيها ما تفيد ويا العراقيين. اخويا العزيز مشاهدينا الاحبة، ايضا لجنة المسابقات في اتحاد الكرة حددت الاول من ديسمبر كانون الاول المقبل موعدا لانطلاق مباريات بطولة الدور الاول من كأس العراق. لجنة المسابقات على اللسان مدير اللجنة شهاب أحمد في اتصال للشوط الثالث قال أن البطولة ستنطلق يوم الثاني من كانون الأول على أن يقتصر الدور الأول على أندية الدرجة الأولى. وأضاف أحمد أن الاتحاد قرر أن تجري أندية الدرجة الأولى البالغة 41 نادي تصفيات على أن يتأهل من بينها 12 فريق، وتواجه أندية الدرجة الممتازة البالغة 20 في دور 32، وتجري قرعة هذا الدور في وقت لاحق. وأوضح أن أندية الدوري الدرجة الأولى ستخوض تصفيتين، الأولى في الثاني من الشهر المقبل والثانية في التاسع. يذكر أن بطولة كأس العراق توقفت 14 عام قبل أن تعود، ويتوج القوة الجوية بلقب النسخة الماضية على حساب فريق السوراء. الموفقية لكل الفرق اللي راح تشارك في بطولة كأس العراق والسلامة والنجاح. أكيد القوة الجوية هو بطل كأس النسخة الماضية، ونتمنى الموفقية لباقي الأندية. أيضا فريق القوة الجوية الفائز بلقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عادل التو لمواصلة تدريباته على ملعبه في بغداد الحبيبة استعدادا لمباريات دوري الكرة الممتاز. وقد قاد الكابتن باسم قاسم أولى الوحدات التدريبية اللي حضرها الشوط الثالث وزميله محمد الخفاجي، حيث أبدى الكادر التدريبي
كافة الاستعدادات للطموح والشروع بالفوز بلقب الدوري بعد أن يطالب جمهور العريق فريق الأزرق بالظفر بلقب بطولة الدوري العراقي بعد أن ظفر بلقب كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى بتاريخ الكرة العراقية. فريق القوة الجوية، هذه اللقطات التي تشاهدوها سادتي المشاهدين هي الوحدة التدريبية الأولى اللي عاد من خلالها فريق القوة الجوية بعد فترة التوقف اللي شهدت مشاركته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي والظفر بعد حصوله على لقب كأس الاتحاد الآسيوي والعودة به إلى بغداد الحبيبة من العاصمة القطرية الدوحة. يعني احنا المسؤوليه، يعني مسؤوليه فريق القوة الجوية لاعبين جميعا، احنا ككادر تدريبي ندركها تماما، وبالعكس اليوم انت من تحقق كاس الاتحاد الاسيوي لاول مره في تاريخ الكره العراقيه، هذا يعطيك دافع مضاعف الى هنا. اصلا لدينا دافع كبير ان نحقق لقب الدوري، لانه تدري انت فريق القوة الجوية تاريخا وجماهير بالسنوات الاخيره بعيد عن لقب الدوري، ولذلك احنا تصميمنا عالي وطموحنا عالي، بل نتحمل مسؤوليه اكبر بعد ما حققنا لقب الاتحاد الاسيوي ان نكون منافسين أقوياء إن شاء الله على لقب الدوري، بل حتى على لقب بطولة الكأس. ولذلك إحنا اليوم، أنا من ضمن استراتيجياتي كباسم قاسم، أنا مؤتمن أمام الإدارة وأمام الجماهير أن اليوم لدي فريق مقتدر، لكن علي بالإضافة إلى تحقيق النتائج وتحقيق الإنجازات اليوم علي أن أكون فريق أكثر اقتدار، هذا من واجبي حتى على السنوات القادمة يكون فريق القوة الجوية قادر أن يستمر بهذا الزخم من تحقيق النتائج الإيجابية سواء على المستوى المحلي والمستوى الخارجي. ولذلك إن شاء الله يعني نستغل فترة التنقلات الشتوية، يعني بأضافة لاعبين إلى ثلاث راح يزيدنا اقتدار إن شاء الله على المراحل القادمة. حقيقة الإنجاز اللي حصل إلى فريق القوة الجوية هو إنجاز تاريخي، وانعكاس هذا الإنجاز ومسؤولياته كبيرة جدا، منها أنه إحنا يجب أن نحافظ على مستوانا وأيضا على وجودنا داخل الدور العراقي اللي تتنافس عليه فرق قوية أكيد موجودة في الدور العراقي، ضمت كثير من اللاعبين واستعدت استعداد في وقت كانت القوة الجوية منشغلة في البطولة الآسيوية. نتمنى إن شاء الله من فريقنا ومن كادرنا الفني أنه يحقق إنجاز آخر محلي هو الدوري إن شاء الله، حتى هذه الثلاثية تنضاف إلى رصيد وأرث نادي القوة الجوية. مثل ما تعرف احنا حصلنا على كأس الاتحاد الآسيوي، أكيد هذا ما جاء اعتباطا من جهود كثيرة من الكادر التدريب واللاعبين على مستوى عالي قدموا عليهم، وتعرف الضغوطات راح تزيد علينا كثيرة، ونتمنى تكون اللاعبين على مستوى الثقافة، أن لا تكون هذه نشوة الفوز كأس الاتحاد الآسيوي ننزل بعين صغيرة الفرق الدوري، لأن تعرف البطولة الدوري بطولة قوية جدا، تعرف احنا آخر بطولة أخذناها في 2005 بعد تاريخ القوة الجوية، كل الجمهور هو يحب يشوف الفريق في منصات التتويج دائما، تعرف هذا يعني مو هذا من حقه، لأن تعرف كل المؤهلات موجودة من لاعبين من كادر تدريبي من جمهور عريق. فنتمنى احنا هذا الموسم ندخل بقوة على لقب الدوري، تعرف احنا كل مواسم السابقة نكون قريبين على لقب الدوري، أمور بسيطة أن مباراتين تفصلنا عن الدوري ويكون نتائج سلبية، وان شاء الله اللاعبين يكونون خلونا يعني بنظرهم ان كاس الاتحاد الاسيوي راح يكون دافع كبير للدوري، ليكون نشوه الفوز موجوده في اغلب مباريات الدوري وناخذ نقاط كثيره. شكرا لزميلنا محمد الخفاجي مراسل برنامج الشوط الثالث، وتمنياتنا بالموفقيه لفريق القوة الجويه على عودته الميمونه. مشاهدينا الاحبه، يوم امس تحدثنا في قضيه ربما حذر منها الخبير القانوني الاستاذ صالح المالكي، من انه اتحاد الكره العراقي لا يطبق قانون العمل مع الهيئه العامه. هذا الموضوع، ربما تحذيرات السيد صالح المالكي اقلقت الكثيرين. ونحن في الشوط الثالث مثل ما تعرفون دائما نكون في قلب الحدث، لذا اليوم ارتأينا أن نناقش ونحاور
الأخ العزيز الخبير القانوني الأستاذ صالح المالكي ليضع النقاط على الحروف في هذه القضية. وين الخلل وشنو الاتحاد وليش مدى يطبق قانون العمل مع الهيئة العامة وليش مدى يجرى كشف التقريرين المالي والإداري كما هو معمول؟ وبالتالي هاي الأمور رح نضعها أمامكم سادتي المشاهدين. يسعدني أن ينضم معي الآن من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة وعبر الأقمار الصناعية وعلى الهواء مباشرة الخبير القانوني الأستاذ صالح المالكي. مرحبا بك يا سيدي الكريم في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. أحييك أستاذ محمد وحي السادة مشاهدي قناة السومرية نيوز وحي الكادر المتواجد معنا الآن. الشرقية. الله يسلمك أستاذ. إذا تعرفت على ضيف الكريم نذهب إلى هذا التقرير اللي أعد زميلنا محمد الخفاجي والذي يتحدث عن قانون الهيئة العامة الغير معمول به من قبل اتحاد الكرة ورح نعرف الأسباب بعد قليل. نتابع هذا التقرير. إن المصائب لا تأتي فرادى، كلمات قد تنطبق على حال الاتحاد العراقي لكرة القدم. فبعد أزمة المنتخب الوطني وغليان الشارع الرياضي تجاهه، يحذر اليوم أصحاب القانون والمتخصصين به من مغبة الدخول في نفق مظلم قد يفضي إلى وضع الاتحاد الكروي تحت طائلة المساءلة القانونية، بعد أن نقض الاتحاد الدولي لكرة القدم عددا من فقرات النظام الداخلي دون أن يكشف عن ذلك اتحاد الكرة والمسؤولين فيه. الخروج عن أطر النظام الداخلي يؤدي حسب لوائح الفيفا إلى بطلان شرعية الاتحاد، لذا هم مطالبين بالعمل وفق تفصيلاته بحذافيرها، سيما وأن الأيام القادمة ستشهد الموعد المحدد لعقد اجتماع الهيئة العامة الذي من المفترض أن يكون في 30 تشرين الحالي، إلا أن اتحاد الكرة لم ينوه عن ذلك الاجتماع متناسيا عواقبه الوخيمة إن لم يعقد خلال السقف الزمني المحدد. المصادقة على التقريرين المالي والإداري هو من أولويات اجتماع الهيئة العامة، إلا أن الاجتماع القادم سيشهد إضافة لذلك مناقشة مسألة عدم مصادقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على مشروع النظام الداخلي لعام 2015 ومكاشفة الشارع الرياضي بحيثياته وتداعياته. من بغداد للشوط الثالث محمد الخفاجي. شكرا محمد على هذا التقرير. أعود إلى ضيفي الكريم الأستاذ صالح، أجدد الترحاب بك مرة أخرى ويا ريت تضعنا في قلب الحدث. تحذيرك بني على أساس شنو وشنو المعايير اللي ما تم العمل بها من قبل اتحاد الكرة وتطبيقها للنظام الداخلي مع الهيئة العامة؟ تفضل أستاذ صالح. أستاذ محمد، يعني برنامجكم الحقيقة كل التقدير والاحترام دائما مواكب الحدث، وكما تتذكر كابتن محمد ذكر في العام الماضي كان البيت الكروي في نادي الصيد قد يعني قام بحقيقة بوجود ندوة تتعلق في الأمور المتعلقة بالنظام الداخلي، لذلك النظام الداخلي اللي في 2015 لحد الآن لم يصادق عليه بسبب وجود ملاحظات ونقض واعتراضات من قبل الفيفا. نعم. وهذه لم تبصر بها الهيئة العامة لحد هذه اللحظة أستاذ محمد. نعم. بالتالي المشكلة أنه كل سنة، يعني كل سنة يجب أن يكون في يوم 30 تشرين الثاني من كل عام يجب أن يكون هناك اجتماع للهيئة العامة. اجتماع ماذا يتضمن؟ أولا إذا كان هناك تعديل على النظام الداخلي، مناقشة التقريرين المالي والإداري. نعم. وكذلك الأرباح والخسائر للاتحاد، وكذلك الميزانية للسنة القادمة. يعني إذا احنا هسه بال 2016 لازم الاتحاد يعد من الآن ميزانية للنفقات وأيضا للإيرادات اللي ماذا يدخل للاتحاد وماذا ماذا ينفق في السنة القادمة. طيب. هاي كل هالأمور كما تعلم أخي أستاذ محمد، اتحاد الكرة يأخذ من موازنة الدولة بحدود ما سنويا بحدود 5.25 مليار من موازنة الاتحادية للدولة العراقية، ويأتي عن طريق الأولمبية، ولكن هو موجود في الموازنة هذه المبالغ. نعم. لذلك من أنه لا توجد شفافية، عندما لا تكون شفافية في العمل أمام الهيئة العامة على اعتبار أول جهة رقابية غير ديوان الرقابة المالية غير
هيئة النزاهة غير كل هاي. الهيئة العامة هي من تراقب عملية الصرف هل جاءت وفق القانون. إذا ما أتينا للنظام الداخلي لاتحاد الكرة واللي هو ب 2011 لين 2015 لحد الآن هو ما يعتبر نظام داخلي وإنما مشروع تعديلات ولم يصادق عليه، بالتالي نعم يعتبر يعني وجوده وعدمه هو نفس الشيء، بالتالي نعتبره غير موجود. نذهب إلى النظام الداخلي اللي هو ب 2011 يعني في تقريبا في عهد الكابتن ناجح تقريبا من صارت انتخابات عليه وايضا احتضوا بعض الشخصيات الرياضيه. في هذا الموضوع استاذ محمد لكي يكون يعني شفاف وفي هذا المساله ونحن نحذر اتحاد الكره من باب النصح والارشاد وليس توجد هناك خلافات او بالعكس، هذا اتحادنا وهذا تاسس من عام 1948 وعليه نعم. ان يعمل بالاطار القانوني. لذلك من عندما لا تصادق الهيئة العامة على التقريرين المالي والإداري ماذا تفسر؟ يجب أن ينتبه الاتحاد، وعنده احنا ذكرنا بتصريحنا يوم أمس أنه عنده مدة هو تكون بين 30 إلى 40. طيب. النظام الداخلي قال 40 ويجوز لمجلس الاتحاد أن يكون رأي آخر. استاذ صالح 30 يوم يجب أن ترسل للمحاضر. نعم. أنت تكلمت في أطر قانونية وأنت من خلال كلامك أنا استشفيت والسادة المشاهدين أنك محب وتريد أن تحذر من باب المصلحة العامة، بس يا سيد الكريم إذا الهيئة العامة نايمة بالعسل نيوم لحد الآن ما عندها أي دور إيجابي، الهيئة العامة المفروض كنت أتمنى هي من تلوح بهذا الموضوع وتضغط على اتحاد الكرة بأن يطبق النظام الداخلي، مو يجي مشاور قانوني أو حضرتك يعني رجل لك باع طويل في مجال القانون وتحذر وتخاف انه الاتحاد يدخل تحت المسائل القانونية ونتعاقب في وقت احنا عندنا تصفيات كأس عالم. فما اعرف دور الهيئة العامة وين استاذ صالح، يعني هذه كارثة كبيرة ترى. استاذ محمد اولا انا لست يعني من خارج الاتحاد، انا عملت مستشار لاتحاد الكرة لعدة سنوات وبالتالي نعم. من المؤسف انه انا اسكت من اجد انه الاتحاد يكون خارج الاطار القانوني او خارج اطار الشرعي نعم. للعمل. لذلك عندما تكون هناك انحرافات بسيطه او اشياء لربما ينحرف عنها الاتحاد عن الاتجاه القانوني نحن ننبه. لذلك الهيئه العامه للاسف مثل ما ذكرت مع احترامي للشخصيات اللي موجوده واللي هي في نظام الداخل اتحاد الكرة عددها 75 نعم. اللي هو 2011 وللأسف التوسعة لم تتم، وبالتالي فهم فعلا مع الأسف يؤسفني إذا ذكرت حضرتك بأنهم نائمون في العسل. لذلك يجب أن تكون هناك قوة رادعة والهيئة نعم. العامة هي أعلى سلطة في الاتحاد وتحاسب وتراقب، والتقرير الإداري استاذ محمد نعم. يتضمن يعني أيضا مو بس التقرير المالي مهم التقرير الإداري أولا نشاطات اللجان وكذلك نشاطات الأمين العام وكذلك نشاطات الاتحاد اللجان القضائية ماذا عملت سواء لجنة الانضباط أو لجنة نعم. الاستئناف أو لجان شؤون اللاعبين، هاي كلها لجان الحكام، هاي كلها الهيئة العامة تقيمها. يجي الأمين العام للاتحاد الكرة الأستاذ دكتور صباح رضا والمفروض كل هاي في مؤتمر للهيئة العامة مثل ما صار احنا نعم. مو كل سنة نعجبنا انه نقدم يعني نعين موعد والسنة الوراها لا، هذا نظام عالم موجود وأيضا أكو قانون نافذ هو 16. أنا من حذرت أنه قانون أنه يكون الاتحاد تحت الطائلة القانونية، نعم الجهات الرقابية ستراقب في حالة عدم المصادق على التقرير المالي والإداري، لأن الدولة اليوم تعطي مبالغ تعطي مكافآت تعطي منح من الموازنة، وبالتالي فعلى الهيئة العامة أن تطلب حتى إذا مو الاتحاد طلب اكو اليات قانونيه. استاذ صالح بعد اذنك نعم. الان بعث لنا مسج رئيس اتحاد الكره عبد الخالق مسعود على الهواء يقول يوم واحد شباط عندنا اجتماع للهيئه العامه، فما ادري يقصد واحد شباط اللي راح لو واحد شباط اللي جاي، فما اعرف اذا عندك لا. تفسير نعم استاذ. اولا محدد اليوم حصرا هو يوم 30، إذا واحد شباط 30/11 فهذا مدة بعيدة، لأنه يعني المفروض 30/11 هو هذا يحدد نعم. وإذا ما تحدد هو يوم السنة الماضية أستاذ محمد نعم ما كانت الهيئة يعني المجلس الاتحادي الحالي اللي برئاسة الأستاذ عبد الخالق مسعود
انه ذكروا اجلوا 3 أيام فقط بسبب الزياره الأربعين للامام الحسين عليه السلام. نعم عليه السلام. بالتالي ما اطى شلون هو حدد المفروض يذكر اولا يعني عبر وسائل الاعلام تدري بها اليات قانونيه بالنظام الداخلي يا كابتن. نعم. عبد الخالق المفروض هاي تعلن عبر البريد المسجل وكذلك البريد الالكتروني وترسل محاضر، كل هاي الامور انا سالت قبل لا ان اصرح ماذا. نعم. فعل الاتحاد لحد الان؟ لا شيخ، اتصلت بشخصيات من الهيئه العامه واحنا ناصحون لهم ويسرنا انه يقدمون شيء ويقولون راح نصادق، لكن ليش التاخير الى 1/12 الى 1/2 من السنه القادمه؟ كان المفروض. نعم. قبل نهايه هذا العام، وهم عندهم مده قانونيه ممكن خلال اليوم، احنا عندنا اليوم ايش قد 22. نعم. بامكانهم حتى المده انا محددها من 30 الى 40، ممكن بدا يوم 30 الاولمبيه عندها ايضا راح تناقش التقريرين مال والاداري، ما ادري عندكم علم او لا، يوم. نعم. 14/12، فايضا خليهم هم خلال اطار هذه السنه على مود يطون ميزانيه قادمه، يعني. طيب. هذا احنا يسرنا انه تكون المجلس الاتحاد شفاف امام الهيئه العامه وامام الراي العام، واستاذ عبد الخالق دعاني في السنه الماضيه من صار مؤتمر انا حضرت لمده سبع ساعات انا جالس واناقش واحنا عون الى الاتحاد، لكن اتفاجئ من انه ما يعلن عن المؤتمر اللي هو محدد يوم 30/11 اللي هو بعد اسبوع تقريبا او 6 أيام او 8 أيام. طيب. تقريبا، وهذا المفروض يكون، وتسبق ايضا تحضيرات لهذا الموضوع. ارجع الى تحذيرك الان، حضرتك تتكلم بالقانون وانت رجل قانوني، قلت احذر اتحاد الكره من الوقوع تحت المساءله القانونيه في حال عدم تطبيق النظام الداخلي للهيئه العامه. طيب، ما معناها ما مدى تأثيرات عدم تطبيق النظام الداخلي للهيئة العامة من قبل الاتحاد، ومن الذي سيسائل اتحاد الكرة قانونا برأيك استاذ صالح؟ استاذ، عدة جهات، اولا ديوان الرقابة المالية هو الجهة فيما يتعلق بالمال، الدولة عندما تمنح اموال الجهة الأولى وفق القانون الاتحادات وأيضا القوانين النافذة ديوان الرقابة المالية، وفيه جهاز تحقيقي، قسم تحقيقي يراقب المال العام أينما يكون، وفي حالة عدم المصادقة تطبق عليه أحكام القانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي، هاي أولا. نعم. واثنين فيما يتعلق أيضا قانون هيئة النزاهة، وهو أيضا قانون خاص، وأنا طبعا مثل ما ذكرت لك أنا أحذر من جانب النصح والإرشاد، وليس لدينا اي خلاف مع شخصيه، نريد نطبق القانون، احنا رجال القانون الرياضي، نريد نطبق وفق ما معمول به في كل الاتحادات وايضا بالدوله العراقيه والوزارات وكل الجهات. طيب. لذلك هذا من جانب، الجانب الجهات الرقابيه هي كلها، يعني كل الجهات الرقابيه في الدوله تراقب المال العام، هي يكون الاتحاد مساءل امامها في هذا الموضوع. طيب، استاذ صالح حضرتك ايضا اشرت الى نقطه في غايه الاهميه، وقلت الفيفا مم صادق على النظام الداخلي للاتحاد من العام 2015، ما معناها اذا ماكو مصادقه ماكو غطاء قانوني لعمل الاتحاد، ومعناته يعني هاي كارثه، فما ادري يا ريت توضح لنا هاي الفقره استاذ صالح. نعم نعم استاذ، كان المفروض الاتحاد يباصر الهيئه العامه، الاخوان في الاتحاد مجلس الاتحاد وعلى راسهم الاخ عبد الخالق مسعود، انه يقولون هو بالمؤتمر هذا اللي قلنا يوم 30/11 اللي هو بعد 8 أيام تقريبا، المفروض كان يعين من قبل الاتحاد ويعلنون يدزون النواحي اللي نقض بها القرار ويكونون شفافين، يعطون يقولون مثلا 5 مواد او 6 مواد الفيفا ما رفضتها، تعالوا خلينا نصوت عليها في مؤتمر الهيئه العامه، هذا لم يحدث لحد الان. اما يذكر الاتحاد وعبر رساله او مسج بيقول بها انه اكو اجتماع لل 12، ما هي التحضيرات؟ ولماذا لم يقام في موعده؟ انا اسال، المفروض الاتحاد وعبر الاعلام شنو هي التحضيرات استاذ صالح؟ اجتماع الاتحاد شنو هي التحضيرات اللي المفروض الاتحاد يقوم بها؟ نعم. نعم، خلينا أولاً بالصوره. اولا يبلغ. نعم. الموعد. نعم. يعني اولا يبلغ الاتحاد، يبلغون اعضاء الهيئه العامه، الاتحادات الفرعيه، الانديه المشاركه بالدور الممتاز، ممثل. نعم. الانديه الدرجه الاولى والثانيه، الدرجة الأولى أيضا هم مشاركين، الأندية وأيضا ممثل الدرجة الثانية وممثل الحكام، ممثل اللاعبين، ممثل المدربين، هذول كل من عنده صوت، هاي هم 75 صوت إذا طرقوها في موضوع النظام 2011 إذا يطبقوه،
اما نظام 2015 النقض خلي يكون الاتحاد شفاف ونعرضها امام الراي العام او امام الهيئه العامه في الاجتماع ويعطوهم نسخ من الفيفا النقض لكي يدرسوه وبعدين يصوتون على النواحي اللي صابه خلل النظام الداخلي ونمضي بالعمليه. اولا هذا النظام الداخلي فيه جوانب مشرقه، وانا جلست مع الكابتن عبد الخالق ومع الاخ وليد طبره وبعض اعضاء الاتحاد عندما كان المؤتمر السابق، وايضا اعطيتهم بعض الاراء واخذوا منها بعضها والبعض الاخر للاسف ما اخذوا بها، ولذلك وقعوا في عمليه النقض. لذلك احنا هذا بلدنا وهذا اتحادنا، احنا صح نعمل خارج اطار الاتحاد لكن هذا الاتحاد يبقى اتحاد باسم العراق، وهو مرفق عام لكره القدم، يقدم اليوم الشارع الرياضي هو اللي ساهم في عمليه حقيقه نجاح طيب. الاتحاد وعمله ويعامل في عمليه رقابه الراي العام. لذلك الاخوه في الاتحاد ان يعملون من الان اذا كان انه ما عندهم وقت، لذلك خلي يحددون وقت قبل نهايه السنه على الاقل في سبيل انه يصادقون على السنه القادمه، يعني 1/12 معناها بدينا بالسنه القادمه، والنظام الداخلي وقانون 16 ايضا هو الاتحادات ينص على انه تقرير السنه القادمه يجب ان يكون بالسنه القابله لكي يعمل الاتحاد. طيب سؤال استاذ صالح، 1/2 يعني نعم. يعني حضرتك ليش اختاريت هذا الوقت بالذات مع قرب الموعد؟ مثلا ليش ما حذرت وانت مشكور انه انت وضعتنا في قضية في غاية الاهمية، لكن مثلا كان قبل فترة قلت يا بتر على الاتحاد ان يعقد، على الاتحاد انه يطبق المناقشة التقرير المالي والاداري المصادقة، هاي قضية في غاية الاهمية. الان احنا امام ضيقة من الوقت وعندنا خسارة، والشارع الان الرياضي هايج على الاتحاد وعلى مدرب الفريق، وبالتالي اكو مشاكل كثيرة يعاني منها. نعم استاذ محمد، هذا موضوع في غاية الاهمية. انا ردت اصرح قبل ايام نعم، وذكروا لي بعض الشخصيات قالوا الاتحاد مشغول بعملية مباراتنا مع الامارات ومو وقتها ان تطرق، والاتحاد حاليا منشغل وعنده بطولات وعنده منتخب ناشئين. وانا لحد الان اقول احنا فقط احنا في المدة القانونية، يعني ماكو فد خلق. ممكن اليوم الكابتن عبد الخالق يقول يوم 31/12 الموعد وينتهي الموضوع ويجلسون، ماكو فد مشكله. يعني انا لو مصرح نعم. قبل هذا الوقت، وايضا خلال هاي الفتره كانت الزياره الشعبانيه العفو زياره الاربعينيه للامام الحسين عليه السلام. لذلك كان الاتحاد في عطله، وانا ايضا سالت وسالت كل الشخصيات وقالوا وبالتالي فحاولت جد الامكان انبه كناصح في سبيل نقدم الشيء لهذا. احنا دائما هم الاتحاد، يعني كل سنه او كل سنتين من تكون هناك بعض الاشياء القانونيه نتباصر سواء بالاعلام، وهذا في الشيء اولا احنا من حقنا عبر وسائل الاعلام ومن حضرتكم في برنامجكم الرائع هذا يقدم نصائح للاتحاد. وهو هذا اليوم الرقابه الشعبيه، رقابه الراي العام هي اليوم معموله في كل دول العالم. اليوم فرنسا متقدمه في عملية كرة القدم في القوانين، لكن في نفس الوقت تستمع. بالعكس استاذ صالح انت متفضل، استاذ صالح انت متفضل، وبالعكس بصرتنا ونورتنا لقضية في غاية الأهمية. عندي دقيقة واحدة وياك استاذ صالح وانا سعيد بتواجدك، ما هي الكلمة اللي تحب توجهها الان للاتحاد وللهيئة العامة اللي للأسف الشديد كنا نتمنى ان يطلع واحد من اعضاء الهيئة العامة ويشير سيفه ويقول يابا تعالوا خلينا نناقش التقرير المالي الاداري مثل ما حضرتك الان قلبك محترق. بدقيقة واحدة استاذ صالح تفضل. أنا طبعا عبر برنامجكم أشكركم بشكر جزيل، ولكن في نفس الوقت أتمنى من الهيئة العامة أن تكون جهة رقابية تعمل من أجل الصالح اتحاد الكرة. اتحاد الكرة لا يملكها أشخاص، وإنما اتحاد الكرة يعمل باسم العراق، وهو مرفق يقدم كرة القدم ولكن في نفس الوقت هو يعمل باسم العراق. لذلك أتمنى من الأخوة أن يتابعون كل ما هو موجود في سبيل حقيقة تطوير عمل كرة القدم وتطوير عمل الرياضي بشكل عام، ومن الله الموفق. ونتمنى من الاخوان يتداركون الوقت، ولازلنا احنا في وقتها، بامكان الاتحاد في اي لحظه خلال هذا العام في نهايته ان يحدد موعد، وايضا النظام الداخلي المهم جدا
راح يعالج مسألة الانتخابات، مسألة الآليات الانتخاب، لأن نظام 2011 ما بيه آليات الانتخاب. شكرا أستاذ صالح. طرق الانتخاب أكو آليات اتحادات الفرعية. نعم شكرا حبيبي. كثير من الكلام شكراً. نحتاج، ولكن كمان أكيد الموضوع للحديث بقية. شكرا أستاذ صالح المالكي الخبير القانوني على طرحك لهذه القضية. هالقضية ما انتهت، وبننتظر ردة فعل الاتحاد بعد ما تخلص هاي المعمعة مال منتخبنا والضغط الجماهيري. مشاهدينا الأحبة، الحارس الطائر الكبير السابق لطيف شندل، مثل ما تعودتم عبر منبر الشوط الثالث أن نتجول لنتعرف على رموز الرياضة العراقية. لطيف شندل هذا الحارس الذي ترك بصمة واضحة في مسيرة الخشبات الثلاث العراقية، ربما كان أفضل الإنجازات له حصول العراق على بطولة كأس العرب عام 66 عندما كان حارسا عملاقا مع الحارسين الراحل حامد فوزي والحارس اللي أي الله يطول عمره محمد ثامر. لطيف شندل شكى للشوط الثالث إهمال المسؤولين، وللأسف الشديد لم ينصفه أحد إلا الشوط الثالث والشرقية نيوز. نتابع هذا اللقاء القصير عن سيرة لطيف شندل مع زميلنا محمد الخفاجي. مسيرة متوهجة وتاريخ كبير يعود لأكثر من نصف قرن، ذلك الذي يحمله الحارس العملاق لطيف شندل الذي كان وما زال استثناء في عالم الرياضة، فاليوم هو أكبر مدربا في الساحة العراقية، إذ لا يزال يعمل مدربا لحراس مرمى فريق الأثير الذي ينشط في دور الدرجة الأولى. والله هسا شوفنا سبنال الأثير قاعد أدرب مع الحراس، عند حراس مرمى قاعد أدربهم أربعة اليوم، اثنين ما جرتناهم إجازة، وإن شاء الله ذولا بيضون وجه النادي. طبعا هم جايين لأجل أن دازيهم علي الحقيقة، واحد من الديوانية وواحد من زعفرانية وواحد بهاي، قالهم إذا تريدون تدربون وصير براسهم روحوا لطيف شندل. سبق وأن أنا دربت بالمنتدى مال زعفرانية، وقلت شيء هواي وديتهم للأندية الحقيقة، يعني درجة أولى مثل الصحة، نادي الشرطة، المصافي، ذولا بقوا اثنين عندي معتز بهم لأنه ما عندي غيرهم والله الحقيقة. الكابتن لطيف شندل خدم المنتخبات الوطنية سنوات طويلة، ومثل كرة الشرطة 15 موسما لم يكافأ عليها إلا بالإهمال والقطيعة، فإدارة الأخضر نسيت ما قدمه هذا النجم الكبير طوال تلك السنين، ليجد نفسه خارج أسوار القيثارة الخضراء، حاله كحال الغرباء. الحقيقة يعني هذا اللوم مو على اللوم على نادي الشرطة الحقيقة، يعني أحكي بصراحة أنا دربت الكابتن رعد حمودي وإبراهيم سالم وعماد هاشم ومصر جبار وعادل جبار، دول العمالقة مع العراق كله حقيقة. أحكي هي كلها علاقات. شندل لم يفقد الاهتمام والرعاية فقط، بل فقد ابنه الأصغر في تفجير إرهابي وهو يزاول عمله اليومي في منطقة الكرادة، ليغرس في روحه جرح غائر لم يندمل أبدا. أنا في اليوم ده ألعب منتخب عسكري، جابوني من إيران ودوني لبغداد، من بغداد القاهرة، من القاهرة طرابلس، لعبنا وجبنا البطولة وجه وأربع جول شيء بالعراق، بس لطيف شندل وتالي شوفنا قاعدين. تحدثنا عن ابنك الشهيد. الحقيقة ما أقدر يعني. تظهر ما أقدر يعني. تزال تذكر مرتضى؟ هو
وهذا مزرق وحده ما عندي غير ابا اخير واحد. دموعه غاليه يعني مع الاسف نشوف انه هذا الجفاء وهذا عدم اهتمام من المسؤولين اليوم بحق هكذا رموز رياضي. ايش تسوي مقابل تروح عند الباب عليهم تقول لهم كون يعني هم المسؤولين هو من من يقعد على الكرسي بعد ما يعرف الاقيشن يعني مرتين ثلاثه وزير الشباب شافني قال له هذا الاقيشن قال له ما اعرفه اعرفه بالكذب ما مد ايده وقال لي شلونك شلون صحتك خاف على شيء خاف تري شيء بالكذب يعني ما نقول له ايدي انا نروح عليه. اشرف على تدريب العديد من النجوم الكبار في سماء الكره العراقيه لعل ابرزهم الحارس السابق ورئيس اللجنه الاولمبيه حاليا رعد حمودي، ومع ذلك كله بقي شندل بعيدا يعاني جفاء المسؤولين واصحاب القرار. كان اشكر استاذ محمد يعني انت وابو شوط الثالث يعني هو الحقيقه أنا اشوفه يوميا يعني بالتلفزيون هو يعني هو يطلع حق المظلومين. حقيقة هو هم حكى عليه في المرة حكى وقال لقي شنو اللي يريدون من عندك كتاب لقي شنو اللي يريدون هيك لقي شنو اللي يريدون هيك الرجال وإذا تحصل يعني مشكورا يعني الحقيقة أتمنى لكم قناة شرقية يعني هي لسان الرياضيين الحقيقة يعني هي. مهما طال الحديث فانه يبقى قاصرا له، اساء هكذا فارسا من فرسان الكره العراقيه الا ان تاريخه المرصع بالذهب بدا يغطيه صدا الزمان نتيجه الاهمال والاجحاف. لبرنامج الشوط الثالث محمد الخفاجي بغداد. شكرا محمد. هذا حال الرموز ببلدنا، ما عندي غير كلمه واحده اقول حسبي الله ونعم الوكيل والله اكبر من الكل. الله يحفظ كل هذول الرموز، وهذا اللي قدم ابنه شهيد قربان للعراق المفروض يخلوه تاج على الروس مسؤولينه. مو هذا حال لطيف شندل هذا الحارس الكبير وكل رموز الرياضة العراقية. أبكيتنا يا لطيف شندل أبكيتنا وكان الله في عونك، لكننا سنبقى معكم أنتم يا رموز الرياضة العراقية. مشاهدين الأحبة للحديث بقية في حلقات الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. تقبلوا خالص تحياتي أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر وكل زملائي في فريق العمل. إلى حلقة جديدة أقول لكم في أمان الله.